الآن يحتاج إلى ماذا؟ الآن الغالب كل واحد منا يريد يبيع ويشتري، صح؟ إذن يريد ماذا في المعاملات؟ أول شيء البيوع، والبيع يدخل فيه الإيجار والراهن والكفالة، ستأتينا إن شاء الله، نتركها الآن. وعندنا مع البيع قسيم البيع وقلوا الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، ويذكر الربا ويذكر كذا المعاملات، في المعاملات يذكر البيع. طيب باع واشترى، هذا طريقة للحصول على المال. الطريقة الثانية في الحصول على المال إرث، صح؟ المؤلف قال البيوع، ثم بعد البيوع ذكر الموارث، تمام. باع واشترى، ايش يبغى يصنع الآن يا رجل؟ باع واشترى عنده مال، ها النكاح، يتزوج، تمام. اذا باع واشترى ولا جاله ارث، يا اخي لا تكتب، افتح الفهرس، هذا موجود في الفهرس. باع واشترى، اذا باع واشترى قلنا ايش يريد الان؟ نكاح، النكاح، الخطبة، والنظر المخطوبة، وكذا وكذا وكذا، وأركان النكاح وشروط النكاح وكذا، والعيوب في النكاح وكذا، تمام. تزوج، ايش بعد الزواج؟ يجي طلاق أو تربية الأولاد، يقول تربية أولاد وكذا ممكن، المؤلف مختصر يعني. بعدين ايش حصل؟ طلاق، لأن أحد الشباب جاء لأحد العلماء وأحد المشايخ وقال يا شيخ زواجي إن شاء الله الشهر القادم، تحضر بإذن الله تعالى. قال بماذا تنصحني؟ قال أنصحك تقرأ كتاب طلاق. نعم مهم. طيب كتاب الطلاق، الطلاق عندنا بعد الطلاق ايش فيه؟ في عدد، ولا بد تعرف العدة، تمام. إذن العدد والاستبراء. طيب تزوج، الآن باع واشترى وورث وتزوج وطلق، ايش عندنا الآن؟ ها عندنا خصومات مع أهل الزوجة، صحيح؟ مشاكل زوجية، صح؟ ضرب الزوجة ولا ضرب والدها، المهم. فإيش شرع الآن يأتي بماذا؟ لا خلي الحضانة هنا في إيش بعد؟ جنايات، جنا. الآن بعد الجنايات إيش يأتي؟ يأتي القضاء والدعاوى والشهادات والبينات، تمام. وتأتي الحضانة وكذا. طيب باع واشترى ورث وتزوج وطلق وتعدى، صحيح؟ ها وتأتينا القضاء والحدود وكل شيء، ايش بقي عنده الآن؟ خلاص بقي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، صح؟ لأنه ما بقي شيء عنده الآن، يرجع إلى الله يتوب. يذكر الفقهاء رحمهم الله، قلنا أول باب عندنا دائما، أول كتاب ما هو؟ كتاب إيش؟ طهارة. حتى الطاهر ماذا؟ الباطن قبل الظاهر. آخر باب ليس بكتاب، آخر باب عندهم إما باب الإقرار أو باب العتق. الفقهاء غالب الفقهاء على هذا، آخر باب في أبواب الفقه في الغالب باب إيش؟ الإقرار أو العتق. العتق تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يعتق رقبة هذا المؤلف من النار، أسأل الله يعتق رقابنا جميعا من النار، مفهوم؟ أو الثاني إيش هو؟ قلنا العتق الأول، الثاني الإقرار. الإقرار بماذا؟ إقرار بلا إله إلا الله، تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بلا إله إلا الله. إذن إما يختم بالعتق أو يختم بالإقرار، أيهما أولى؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الأولى الذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى عندنا ابن سعدي، ختم بماذا؟ بالإقرار، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. لأن العتق متى يكون؟ يوم القيامة، وقبل كان في قبر وكذا، فهذا أول، مع أنه هذا كله إيش؟ اجتهادات من الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن هذه الأبواب أو الكتب التي تمر معا. إخواننا هؤلاء يسهل لكم العلوم، والله والله سهلوا لنا العلم، ما بقي إلا نسلك منهج سالكين، قال اسلك بس امشي لا تشوش على نفسك. الطالب إخواننا نصيحة لوجه الله، لا تبدأ بالخلافيات
لا تبدأ بالمشاكل، لا، امشي على طريق واحد، ابحث عن عالم إمام تثق في ديني وعلمي وخذ بقوله. أما تبحث من الآن في المشاكل في الخلافيات، يقف عند مسألة، مسألة ليس عليها بطلان للصلاة، ينزل على يدينا والركبتين ويبحث. علماء أئمة اختلفوا في هذا، ينزل على اليدين أو الركبتين ويحتار، وتجد أحيان ممكن يخل بركن من أركان الصلاة. والله يا أخي ابحث عن عالم تثق في دينه وعلمه وخذ بقوله. أما تبحث الآن في المسألة، في المسألة مثلا لو كتب لك هذا نص عام وانت لا تدري ما هو العام أصلا، تبحث عن العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول وحديث مرسل وحديث مسند وحديث معضل، ايش معضل؟ انت الان امشي خطوة خطوة. اما انك الان تتوقف في هذه المسائل الخلافية مشكلة. لو اسأل اي واحد فيكم الان في قبل سنة او سنتين او ثلاث سنين كان عندك مسائل مشكلة صح؟ والان بدأت شيئا فشيئا تتلاشى تمشي شيء فشيء، صحيح؟ مثال عندنا أول ما بدأ كورونا الآن الصفوف وكذا، بعض الناس كان ما يصلي حتى مع الجماعة، وجد الأمر طال الآن رجع أصبح يصلي. لو رجع إلى كبار العلماء أنه أفتوا بهذا، ولو كان هناك شيء عليهم، والصلاة أهم من ترك الصلاة يا رجل، صح؟ وصلى ومع الجماعة والحمد لله، ما نستطيع نصنع شيء، ليس علينا شيء الآن، هذا اللي نصنع أفتى به العلماء وشئنا وصلينا والحمد لله. ولو كان هناك شيء، أنا لا أستطيع أن أغير شيء الآن يا أخواننا بالنسبة لتسوية الصفوف وكذا، طبعا صحيح أو لا؟ يا أخي امشي مع كبار العلماء، لا تخالف كبار العلماء، لأنك ماذا؟ إلى اليوم أنت طالب لست بعالم. أخواننا لو مشينا على هذا وبدأ العلم يرسخ شيء فشيء فشيء، تتلاشى هذه الأمور بإذن الله. عندي أحد الشباب يقول والله تعبت من الشباب، كنت أنزل على يدي، يصلي بجانبي يعتقد أن النزول على الركبتين، ينكر عليه بعد الصلاة، فيقول رجعت إلى الركبتين، أنزل على الركبتين، كان يصلي بجانبي ينزل على يدين وينكر علي، هذا ينكر وهذا ينكر، وقليل يقول يصلي، أصبحت أصلي وانظر اللي بجانبي ينزل على يدين، أنزل على يدين، ينزل على الركبتين، يرائي. قال والله تعبت، لأنه أحيانا يكون عن يميني ينزل على يدين وعن يساري على ركبتين. طيب إيش تصنع؟ قال والله رجعت إلى حل وسط وارتحت من كل الشباب، أنزل على الأربع. اللي يظن أن النزول على اليدين يراني نزلت على اليدين، ما ينكر علي ولا ركبتين، أحدث قول جديد يا أخي ارتاح. وكما يقال، يقول عندنا العوام، ضعها في رأس عالم واطلع منها سالم، خلاص تثق في دين علمه وتأخذ بقوله. طيب إذا هذا الفقه باختصار، خلاص نعم، يلا نعيد الآن، نراجع ثم ندخل في الدرس الجديد. يلا ماذا أخذنا؟ ها يا شيخ، الفقه ينقسم إلى قسمين، عبادات ويبدأ بها لأنها أشرف وخلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى، ثم المعاملات وما يلحق بها، يلحق بها أشياء تركها، لأنه بعض الناس قد يستشكل يقول مثلا الأطعمة أشرب ما ليست معاملة، نقول وما يلحق بها، خلاص. طيب الأول العبادات، العبادات كيف ترتب؟ من يقول؟ الشيخ باختصار، باختصار أكثر من هذا أركان الإسلام الخمسة، ونضيف إلى هذه الأركان الجهاد، صح؟ فعندنا الطهارة باطن وظاهر، والصلاة ومع الصلاة كتاب الجنائز، الزكاة، الصيام والحج، ثم الجهاد. وأما البيوع قلنا البيع مواريث على ما رتب المؤلف، ثم بعد ذلك النكاح والطلاق والعدد والاستبراء والجنايات وكذا على ما يحتاج الإنسان، تمام؟